كنت سألتك بالفصل ربما حول كيف يتم تحويل هاد الناس هذوما اللي راهم في الإدارات، أو الشباب هذوما أو الشاغلين هذو اللي راهم في الإدارات إلى الشركات الاقتصادية. شكرا. في الأيام القليلة الماضية السيد معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال اللقاءات اللي قام بها مع مختلف إطارات قطاع التشغيل أو في الخارجات الميدانية والزيارات للولايات، أعطى توصيات على أساس أنه نأخذ بعين الاعتبار من خلال الوساطة اليومية تاعنا في سوق شغل، يعني تناولنا لعروض العمل والتنصيب الكلاسيكي، أعطى تعليمات على أنه نحول ونأخذ من المستفيدين من الجهاز واللي راهم اليوم متواجدين في الادارات العموميه والمرافق العموميه بصفه عامه والقطاع الاداري، ونعطيهم الفرصه اخرى انهم يدخلوا بصفه تنافسيه في سوق الشغل، يعني نعود نردوهم ونعطيهم الفرصه انهم يكونوا مرشحين من خلال عروض العمل المتاحه على مستوى الوكاله الوطنيه للتشغيل عروض العمل الاقتصادية تقصد؟ الاقتصادية، شيء طبيعي اقتصادي، لأنه ميكانيزمات التوظيف على مستوى الوظيفة العمومي تخضع لإجراءات أخرى خارج الوساطة اللي تقوم بها الوكالة الوطنية للتشغيل، وهناك من اللي ربما عندهم أكثر من 3 4 سنوات 5 سنوات هم متواجدين في الإدارة، نعطيهم الفرصة ولهم الخيار إن شاءوا أنهم يتحولوا لسوق العمل على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، أو أنهم يحافظوا على فرصة نعم. الانتظار تاعهم على مستوى الإدارة. سيدي حبيت